وصلنا يا ربي لك الحمد والشكر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هالأيام المباركة اللي هي عشر ذي الحجة اللي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم: من أيام فيهن العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. جيت أنا هنا لهالوقف الخيري، واللي سلمكم الله داخل حرم المدينة المنورة، وقف تحفيظ القرآن الكريم يخدم أطهر كتاب على وجه الأرض، كتاب الله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهالوقف يطول العمارة الأرض هذه عائدة له، وهو يخدم تحفيظ القرآن الكريم ويجمع الثنتين: الصدقة الجارية وعلم ينتفع. حر، الله يعصمنا من حر جهنم. مجرد شلون جهنم؟ اللهم لك الحمد والشكر. قلوا يا الله يا كريم إنه يعصمنا منها ويفكنا. فيه شيء يطفي غضب الله سبحانه وتعالى عليه، كلنا نخطي وكلنا ما احنا معصومين من الخطأ، كلنا بشر وما احنا معصومين من الغلط. لها يا حظك، أقول الله يجعلنا ما ننحرم. شفتوا كيف؟ والفلوس ويا جماعة خير، معنا الشيخ أبو عادل مشرف الوقف، مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالنور، يا مرحبا. شلونك طال عمرك؟ الجمعية، اشرح لي عن الوقف، وش فيه؟ وش انا اتابع من وراء الشاشات وبأعرف وش فيه. تمام، الوقف هذه ارضية بجوار المسجد النبوي الشريف، قريبة خطوات بسيطة على المسجد النبوي الشريف، بيقام عليها خمس ادوار ومحلات تجارية، فيها دور نسائية وحلقات البنين والبنات، وسنوياً ولله الحمد خريجين حفاظ من الجمعية ولله الحمد. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يكتب أجركم يا شيخ. عادل، أنا بشرك بشارة إن شاء الله إن هالوقف مكتمل. ليش؟ لأن الناس اللي فيهم خير كثير، بإذن الواحد الأحد مكتمل بإذن الله. بإذن الله، بإذن الله. هذا الوقف ولله الحمد، وغيره من الأوقاف ولله الحمد، ما في وقف ما مض عليه وقف زمان بعيد وقف من أجل التبرعات، هو مكتمل. لكن أنت يمديك تلحق ولا ما يمديك؟ يا سلام، هي الأيام قليلة والأجر مضاعف، فأنت يمديك تلحق ولا لا؟ ولا الوقف بإذن الله مكتمل. هذا الكلام مكتمل بإذن الله. هذا الكلام يا جماعة خير، الوقت مكتمل بإذن الواحد الأحد، إن أهل الخير فيه وبيقفونه. لكن الأيام الفضيلة هذه تتكرر في السنة مرة، وهذه فرصة تعتبر لا تنسى ولا تحرم نفسك، سواء مستطيع ومقتدر. اكفل الله لا يهينك، اكفل طالب يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وانت المستفيد. ما تقدر وش اللي انت تقدر عليه، لا تحرم نفسك الاجر. القيامة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. جايب لكم عمل مميز، وقف وداخل حرم المدينة ويخدم اشرف كتابه وهو القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. العمل هذا يا جماعة الخير يشمل الصدقة الجارية ويشمل العلم، والله لا يحرمكم الأجر. قال في كتابه الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يوم تساهم في وقف، ترى ما هو بشيء بسيط يا جماعة، بالذات إلى صار يعود ريعه الحفظة كتاب الله الكريم، الأجر معك حتى بعد مماتك. يا ما خرج من شباب، يا ما خرج من شابات، فالأجر كله يعود لك. أفضل منفعة للحي وأعظم هدية للميت المساهمة في وقف جاري يا جماعة، والله لا يحرمكم الأجر أجمعين. جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الحناكية تبعد عن المدينة 100 كيلو شرق المدينة، فيها 2000 طالب وطالبة، فيها دور نسائية. إن شاء الله يا شيخ، وبشرك إن الناس تدور الخير وتحب الخير. نسأل الله جل وعلا ذلك. هذا مقر الجمعية والأرض اللي تشوفونها ويبغون المساهمة فيها، والله يكتب لكم الأجر جميعا، وأوصيكم لك بسبب المساهمة هذه، وأوصي نفسي يا جماعة. يا كم ضاع ريال ما ندري وين راح، فينا اللي يحطه في شيء يرضي الله، وفينا اللي يحطه في شيء والله